بعتقد شخصيا انت صدق ما بعتقد، لانه ظواهر الاقتصاد عنا يتعبان، في كتير شغلات بالبلد عم تخرب، ما في حدا عم بعالج، في تسيب على مستوى قاعدي عنا بصراحة، كمان غير فساد انه رؤوس، في تسيب قاعدي. ما اعتقد انه الفساد استؤصل من الأردن بشكل ملحوظ، لا ما اعتقد الفساد تدنى بوجود عبد الله